السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق سألتنا متابعتنا سارة أسامة في التعليقات عن كيف يمكن أن يكون كوخ الأسكيمو دافئاً من الداخل وهو مصنوع أساساً من الثلج، وفي هذا الفيديو سنقوم بالإجابة على هذا السؤال. كما نحث جميع متابعينا على عرض أسئلتهم في التعليقات، وسوف نختار أكبر تعليق من حيث عدد الإعجابات وقوة السؤال، فلا تتكاسل عن السؤال يا صديقي، فيمكن أن يكون سؤالك هو القادم. هيا فأنا أنتظرك في التعليقات. تخيل أنك واقف في قلب القطب الشمالي حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد وتخترق الرياح العاتية الهواء مثل السكين. في مثل هذه البيئة القاسية يعتمد البقاء على قيد الحياة بشكل أساسي على إيجاد مأوى يمكنه توفير الدفء والحماية من درجات الحرارة والحيوانات المفترسة في القطب الشمالي. وهنا وسط الامتداد الجليدي تظهر براعة شعب الإنويت إلى النور. فلعدة قرون قاموا ببناء الأكواخ الثلجية، وهي هياكل على شكل قبة مصنوعة بالكامل من الثلج، والتي تعمل كملاجئ دافئة بشكل مدهش في هذه البرية المتجمدة. ومن هنا ينبع سؤال متابعتنا، إذا كان الكوخ مصنوعاً من الثلج في الأساس، كيف يمكنه أن يكون دافئاً؟ وإلى أي مدى تصل درجات الحرارة داخله؟ وهل يمكن للثلج أن يذوب ويقع الكوخ على من فيه؟ لفهم هذه الأعجوبة يجب علينا أولاً التعمق في مبادئ نقل الحرارة وخصائص الثلج العازلة والتصميم الفريد للأكواخ الثلجية. في هذا الفيديو سوف نستكشف كيف يمكن أن يكون كوخ الأسكيمو دافئاً من الداخل وهو مصنوع أساساً من الثلج. أولاً، القوة العازلة للثلج. للوهلة الأولى قد يبدو الثلج مادة غير محتملة لبناء مأوى دافئ، ومع ذلك يمتلك الثلج خصائص عازلة رائعة بسبب بنيته الفريدة من نوعها، حيث يتكون الثلج من بلورات ثلجية مع وجود جيوب هوائية محاصرة بينها، حيث تعتبر جيوب الهواء هذه موصلة سيئة للحرارة، مما يعني أنها تبطئ انتقال الحرارة من داخل كوخ الأسكيمو إلى البيئة الخارجية والعكس. وفي الأساس يعمل الثلج كعازل بنفس الطريقة التي يعمل بها عزل الألياف الزجاجية أو الرغوة في المباني الحديثة. عند بناء كوخ الأسكيمو يقوم الإنويت بقطع كتل من الثلج المضغوط، وهو أكثر كثافة وأكثر فعالية في حبس الهواء من الثلج المسحوق. يتم بعد ذلك ترتيب هذه الكتل بعناية في نمط حلزوني الشكل لتشكيل جدران وسقف كوخ الأسكيمو. يختلف سمك الجدران حسب درجة الحرارة الخارجية، لكنه يتراوح عادة بين 20 سنتيمتر إلى 30 سنتيمتر، ويوفر هذا السمك عزلاً كافياً لتقليل فقدان الحرارة بشكل كبير. ثانياً، علم انتقال الحرارة. لتقدير كيفية بقاء كوخ الأسكيمو دافئاً بشكل كامل، من الضروري فهم الآليات الثلاث لنقل الحرارة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع. 1- التوصيل هو نقل الحرارة عبر المادة. في كوخ الأسكيمو تقوم كتل الثلج المضغوطة بتوصيل الحرارة ببطء شديد بسبب الخصائص العازلة للجيوب الهوائية المحاصرة داخل الثلج، وهذا يعني أن الدفء المتولد داخل كوخ الأسكيمو عن طريق حرارة الجسم أو الطبخ أو مصباح زيت صغير يتم الاحتفاظ بها لفترات أطول. 2- الحمل الحراري يتضمن حركة الهواء الدافئ الصاعد والهواء البارد الهابط، ويلعب شكل قبة كوخ الأسكيمو دوراً حاسماً في تقليل فقدان الحرارة بالحمل الحراري، حيث يرتفع الهواء الدافئ إلى أعلى القبة ويدور حولها، بينما يحبس نفق المدخل السفلي الهواء البارد ويمنعه من دخول منطقة المعيشة الرئيسية. يضمن هذا التصميم بقاء الهواء الدافئ داخل كوخ الأسكيمو، مما يخلق درجة حرارة مستقرة ومريحة. 3- الإشعاع هو انبعاث الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية. داخل كوخ الأسكيمو تشع حرارة الجسم ومصادر الحرارة الأخرى الدفء. تساعد الخصائص العاكسة للجدران الثلجية على احتواء هذه الحرارة المشعة وإعادة توزيعها، مما يساهم في الدفء العام للمساحة الداخلية. وهنا ننتقل إلى سؤال فرعي ولكنه مهم جدا، إلى أي مدى تصل درجات الحرارة داخله؟ والإجابة هي أنه أولاً من الصعب تحديد درجات الحرارة أو معدل الدفء الذي تم تسجيله داخل كوخ الأسكيمو بدقة،
لأنه يمكن أن يختلف اعتماداً على الظروف المحددة للبناء والإشغال وطرق التدفئة. ومع ذلك في الأكواخ الثلجية المعزولة جيداً والتي تحتوي على مصادر حرارة فعالة، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير إلى درجات ما فوق التجمد، حيث تم الإبلاغ مسبقاً عن درجات حرارة تتراوح بين 10 و15 درجة مئوية وأعلى من ذلك في بلاغات أخرى. ويتم تحقيق هذا المستوى من الدفء عادة باستخدام السخانات أو المواقد المحمولة التي تولد الحرارة وترفع درجة الحرارة داخل كوخ الأسكيمو. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساهم حرارة أجسام الركاب في تدفئة المساحة الداخلية، خاصة في الأكواخ الثلجية الصغيرة ذات التهوية المحدودة. ومن المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن الأكواخ الثلجية يمكن أن توفر بيئة دافئة ومريحة نسبياً، خاصة بالمقارنة مع درجات الحرارة المتجمدة في الخارج، إلا أنه قد يظل الركاب بحاجة إلى ارتداء ملابس دافئة واستخدام مواد عازلة إضافية مثل أكياس النوم أو البطانيات للبقاء مرتاحين طوال الليل، خاصة في الظروف شديدة البرودة. ثالثاً، التصميم المبتكر. يعد تصميم كوخ الأسكيمو التقليدي تحفة من الهندسة المعمارية الوظيفية، فشكل القبة ليس فقط سليماً من الناحية الهيكلية وقادراً على تحمل الثلوج الكثيفة والرياح القوية، لكنه أيضاً عالي الكفاءة من حيث الاحتفاظ بالحرارة، وغالباً ما يتم بناء نفق المدخل على مستوى أدنى من منطقة المعيشة الرئيسية، ويعمل كمصيدة باردة مما يمنع الهواء البارد من التدفق مباشرة إلى كوخ الأسكيمو. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يكون الجزء الداخلي من كوخ الأسكيمو مبطناً بجلود الحيوانات أو الفراء، مما يوفر طبقة إضافية من العزل والراحة. تعد عملية البناء بحد ذاتها شهادة على مهارة ومعرفة شعب الإنويت الفريدة، حيث يتطلب بناء كوخ الأسكيمو فهماً عميقاً لظروف الثلوج وأنماط الطقس. يجب قطع الكتل وتشكيلها بدقة، ويجب إنشاء الهيكل بسرعة لتجنب التعرض للعناصر. لقد تم تناقل هذه المعرفة عبر الأجيال، مما يجسد العلاقة العميقة بين شعب الإنويت وبيئتها. رابعاً وأخيراً، استكشاف البحوث والدراسات الأكاديمية. في عالم الهندسة المعمارية في القطب الشمالي، يقف كوخ الأسكيمو كرمز دائم لقدرة الإنسان على التكيف والإبداع. تم صنع كوخ الأسكيمو من الثلج المضغوط، وتم تشكيله على شكل هيكل مقبب، وقد كان بمثابة مأوى للشعوب الأصلية في القطب الشمالي لعدة قرون. فعلى الرغم من بنائه الذي يبدو بسيطاً، إلا أن العلم وراء دفء واستقرار كوخ الأسكيمو هو موضوع بحث أكاديمي مستمر. فقد انبهر الباحثون منذ فترة طويلة بالديناميكيات الحرارية للأكواخ الثلجية والعوامل التي تساهم في دفئها. وكانت إحدى الدراسات البارزة التي أجراها الدكتور بيتر والدمز وفريقه في جامعة كامبريدج، بحثت في آليات نقل الحرارة داخل الأكواخ الثلجية، وباستخدام تقنيات التصوير الحراري والنمذجة الرياضية، وجدوا أن كتل الثلج المضغوطة في كوخ الأسكيمو تعمل كعازل فعال، مما يقلل من فقدان الحرارة من خلال التوصيل والحمل الحراري. نشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة ساينس أركتيك المرموقة، وسلطت الضوء على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الديناميكا الحرارية لكوخ الأسكيمو. ويركز مجال آخر في مجال البحث الأكاديمي على الاستقرار الهيكلي وتصميم الأكواخ الثلجية، حيث أجرى الدكتور جون هولدر المهندس الإنشائي الشهير في جامعة ألاسكا فيربانكس سلسلة من التجارب لتحليل قدرة تحمل قباب الأكواخ الثلجية. وباستخدام المحاكاة الحاسوبية والنماذج الأولية الفيزيائية، اكتشف الدكتور هولدر وفريقه أن الشكل المنحني لكوخ الأسكيمو يوزع القوى الخارجية بالتساوي، مما يقلل من تركيزات الضغط ويعزز الاستقرار. وإن بحثهم الذي نشر في مجلة Regions Called of Journal Engineering أو هندسة المناطق الباردة له آثار عملية على تصميم وبناء ملاجئ الثلوج في البيئات القاسية. أما بعيداً عن عالم الهندسة والفيزياء، اكتشف العلماء أيضاً الأهمية الثقافية للأكواخ الثلجية والمعرفة المحلية المضمنة في بنائها، حيث أجرت الدكتورة ماري سيمون عالمة الأنثروبولوجيا في جامعة نونافوت بحثاً عرقياً بين مجتمعات الإنويت لتوثيق تقنيات وممارسات بناء الأكواخ الثلجية التقليدية. ومن خلال المقابلات وملاحظة المشاركين، اكتسب الدكتور سيمون نظرة ثاقبة حول الأهمية الثقافية للأكواخ الثلجية كرموز للمرونة والمجتمع والهوية الثقافية. بحث الدكتورة ماري سيمون المنشور في مجلة Indigenous of Journal Studies
أو دراسات السكان الأصليين يسلط الضوء على أهمية معارف السكان الأصليين في الحياة المستدامة في القطب الشمالي. أما في السنوات الأخيرة، استكشف الباحثون الابتكارات الحديثة في تصميم وبناء كوخ الأسكيمو مع التركيز على الاستدامة والأثر البيئي. قادت الدكتورة إيلسا أولافسون، المهندسة المعمارية وعالمة البيئة في جامعة آيسلاند، مشروعاً بحثياً متعدد التخصصات لتطوير مواد وتقنيات بناء كوخ الأسكيمو الصديقة للبيئة، ومن خلال دمج المواد المعاد تدويرها ومصادر الطاقة المتجددة، أظهر فريق الدكتور أولافسون إمكانية أن تكون الأكواخ الثلجية ذات صلة ثقافياً ومستدامة بيئياً، وتقدم النتائج التي توصلوا إليها والتي نشرت في مجلة Journal of Sustainable Architecture أو الهندسة المعمارية المستدامة، أظهر رؤى جديدة حول مستقبل الهندسة المعمارية في القطب الشمالي. وعلاوة على ذلك، يتم تطبيق مبادئ تصميم كوخ الأسكيمو في بناء الفنادق الجليدية وملاجئ التخييم الشتوية، حيث تستخدم هذه الهياكل تقنيات مماثلة لتوفير الدفء والراحة في البيئات الباردة، مما يدل على الأهمية الدائمة للرجوع إلى معرفة تقاليدنا. تعود أولى الروايات المسجلة عن الأكواخ الثلجية من قبل المستكشفين الأوروبيين إلى القرن السادس عشر، عندما غامروا بالدخول إلى القطب الشمالي بحثاً عن ممر شمالي غربي، والذي اعتبر وقتها أنه ممر أسطوري. قدمت هذه الروايات المبكرة رؤى قيمة حول ثقافات السكان الأصليين في القطب الشمالي واستراتيجياتهم البارعة في البقاء، فقد اندهش المستكشفون مثل ويليام بافن وهنري هادسون من مرونة شعب الإنويت وأكواخهم الثلجية الرائعة والتي وصفوها في مجلاتهم وتقاريرهم. ساعدت هذه الروايات في تبديد المفاهيم الخاطئة حول القطب الشمالي باعتباره أرضاً قاحلة، وأثارت الاهتمام بمزيد من الاستكشافات والدراسة للمنطقة. والآن نأتي إلى آخر سؤال: هل يمكن للثلج أن يذوب ويقع الكوخ على من فيه؟ والإجابة هي أنه في الظروف الطبيعية، إذا كنت تستخدم الكوخ للوصول لدرجة حرارة فوق درجة التجمد بدرجات قليلة، فلن يحدث شيء إلى هيكل الكوخ. ومع ذلك، إذا ارتفعت درجة الحرارة الداخلية بشكل ملحوظ فوق درجة التجمد، قد يؤدي ذلك فعلاً إلى ذوبان بعض الأسطح الجليدية أو الثلجية داخل كوخ الأسكيمو، خاصة في المناطق التي تتركز فيها مصادر الحرارة مثل النار أو الموقد. في مثل هذه الحالات، قد تتراكم الرطوبة على الأسطح، مما يؤدي إلى ذوبان بسيط أو تقطير. ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن كوخ الأسكيمو يمكن أن يوفر الدفء والمأوى، إلا أنه ليس مصمماً ليعمل كمبنى مدفأ. يمكن أن يؤدي الذوبان المفرط للجليد أو الثلج الجليدي إلى الإضرار بالسلامة الهيكلية لكوخ الأسكيمو وخلق ظروف رطبة وغير مريحة لساكنيه. لذلك من الضروري الحفاظ على التوازن في درجة الحرارة والتهوية لضمان سلامة وراحة من هم في كوخ الأسكيمو. إن دفء كوخ الأسكيمو على الرغم من كونه مصنوعاً من الثلج هو شهادة على تألق الهندسة المحلية وخصائص الثلج العازلة الرائعة. ومن خلال فهم مبادئ نقل الحرارة والتصميم المبتكر لكوخ الأسكيمو وأساليب البناء الماهرة لشعب الإنويت، اكتسبنا تقديراً أعمق لهذا الشكل الفريد من المأوى. بينما نودع رحلتنا عبر أسرار كوخ الأسكيمو، نتوقف للتأمل في الجمال الخالد والروح الدائمة لهذا الملجأ العظيم الذي يقف مثل الحارس الصامت في مواجهة الامتداد المتجمد. وبهذا نكون قد أجبنا على سؤال متابعتنا سارة أسامة عن كيف يمكن أن يكون كوخ الأسكيمو دافئاً من الداخل وهو مصنوع أساساً من الثلج. وإذا أردت أن تسأل عن أمر يحيرك وتريد أن نقوم بعمل فيديو حوله، فقط أخبرنا في التعليقات وسنقوم بعمل الفيديو لك إن شاء الله. ولكن قبل أن تذهب إلى التعليقات، اضغط زر الإعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك محتوانا أولاً بأول.